بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما الإمام الحجة الآخذ بثأر أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك هذه اللحظات والدقائق نتكلم عن مفصل هام من المفاصل التي ترتبط بالإمام الحسين عليه السلام لأن زيارة قبر الحسين هي منى كل حسيني. الوصول عند تلك الأعتاب المقدسة وتقبيلها هي لذة كل محب حسيني يريد أن يصل إلى مقام ومرقد سيدنا أبي عبد الله سلام الله عليه. كأي عمل عبادي في الإسلام له آداب. تعلمون الإسلام بأربع منظومات. والمشكلة كثير من الناس لا يلتفتون إلى تلك المنظومات الأربعة يتصورون أن الإسلام فقط أن ينطق الإنسان الشهادتين وتنتهي المسألة لا يا عزيزي لا مدة لنا أن نفهم الإسلام لا سيما الإسلام الذي قتل من أجله الحسين عليه السلام في الإسلام أربع منظومات الأولى المنظومة العقائدية الذي مثلا يقرأ زيارة عاشوراء زيارة وارث يتعرف على بعض العقائد التي لا بد أن يؤمن بها الزائر وهي تشبه بل هي نسخة من عقيدة الحسين عليه السلام أنا كزائر عندما آتي إلى كربلاء على أقل تقدير أن عقيدتي مشابهة إلى عقيدة الحسين بل هي صورة طبق الأصل من العقيدة لأن لابد أن أعتقد بالرب الذي عبده الحسين واستشهد من أجله فاعرف صفات الله اعرف انواع التوحيد اعرف ما يجوز على الله ما تجوز نسبه الى الله وما لا تجوز من النسبه منظومه العقائديه مهمه المنظومه الثانيه في الاسلام المنظومه التشريعيه التي ترتبط بافعال المكلفين بما يرتبط بالفقه الاسلامي بالاخص وفق رؤى ومناهج اهل البيت عليهم السلام لاننا شيعه اماميه اثني عشريه فالمحصله منظومه الفقه لابد ايضا ان اطلع على الابتلائيات. بعد منظومه الاخلاق سر البعثه النبويه وحتى سر الثوره الحسينيه اكثر من كاتب اشار الى ان واحده من اهداف الامام الحسين في الخروج على النظام الاموي اليزيدي يومها هو لأنه قام بثورة أخلاقية الحسين آذاه أخلاق آل أمية رذاء الأخلاقهم فسادهم فجورهم فوحدة من أسباب نهضته الأصلاحية إنه أراد أن يزيل ما علق في أذهان الناس وسلوكياتهم من أخلاق آل أمية المتردية أخلاقهم دقاق وعهدهم شقاق وواقعهم نفاق آل أمية المنظومة الرابعة منظومة الآداب إسلام مليء بالآداب هنالك آداب للطعام آداب للكلام آداب للزفاف آداب للعشرة مع الأخوة آداب الطريق آداب التعامل الاجتماعي آداب البيع والشراء كل آداب الإسلام منظومة الآداب منظومة القيم لابد أن يما يخفلها الإنسان هل الأربعة إذا أني صار عندي إلمام بها وتطبيق لكثير من مفاصيلها واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا طبقت هالمفاهيم للمنظومات الاربعه اعتبر مسلم. لاحظوا فالاداب شيء جميل. اداب زياره كربلاء اشير اليها في مجموعه من المصادر لا باس ان نقف عند بعض اداب زياره كربلاء البعض يقول احنا ما نراعي تلك الاداب، ناتي نقبل الشباك الشريف ونزور الضريح الأنور ونذهب إلى بيوتنا لا إشكال لكن أنت عزيزي عندما تريد كمال الزيارة تريد الأجر الأعظم تذكرون أيام الدراسة حتما الذي يريد أن يكون ناجحا لا تكون علاماته درجات عالية تلم الإنسان يزهد بالأجر هو أنت تحتاج ربما حسنة واحدة تتوقف عليها يوم القيامة وتنقلك من النار إلى الجنة فأنت لازم تبحث عن الزيارة الأكمل والفعل الأفضل وهكذا من آداب زيارة ونحن أشرنا إلى ذلك في كتابنا المعجم الشامل لمعركة كربلاء صفحة 14 هنالك عدة آداب من اللازم على الزائر مراعاتها عند قدومه لكربلاء المقدسة منها أولا الغسل قبل الخروج لسفر الزيارة الحسين دائما ما يكون مهتم بالقضايا التي ترتبط بطهارته سواء على مستوى القلب او مستوى الطهاره والنظافه الشخصيه. ولذلك انت قبل ان تصل الى كربلاء حتى الزوار الاحبه اللي, اللي ياتون مشيا الى زياره الامام الحسين خلي يكون من برنامجهم العملي الاول قبل ان يخرج من بيته قاصدا كربلاء ان يغتسل غسل زياره الحسين عليه السلام. يكون عنده دافع. لكي هو ذاهب الى امام حجه الله على خلقه فلا بد ان يغتسل والنيه غسل زياره الحسين عليه السلام بعد ان يتجنب في الطريق التكلم باللغو والخصام والجدل لاحظوا تدرون الاحبه زوار الحسين اذا طلع من راس البيشه الى كربلاء لعله يقطع اكثر من 600 كيلو متر ربما عشرين يوم من المشي المتواصل أيها الأحبة بعض الناس بعض الناس يمشي خمسين كيلومتر في اليوم في 12 يوم يصل حسب طاقته وقدرته من يقول من آداب زيارة كربلاء تجنب الكلام وتجنب الجدال الذي يؤدي إلى النزاع وتجنب الكلام المحرم من الغيبة والنميمة والتسقيط أنا أتمنى كل خطوة معها تسبيح. كل خطوة معها ذكر. كل خطوة معها تهليل. كل خطوة إلى الحسين معها صلاة على محمد وآل محمد. كل خطوة معها صلة رحم. كل خطوة معها استغفار. كم يكون هذا المسير يشابه لخطوات زينب عليه السلام عندما أتت من الشام إلى كربلاء. يشابه خطوات جابر بن عبد الله الانصاري، هاي روايه عطيه العوفي معروفه. يقول ما رفع قدما ووضع اخرى الا بذكر الله. خلي يصير عندي خارطه عمل انا زائر الحسين ايام الاربعينيه، زائر الحسين ايام عاشوراء، واي ناس تاتي مشيا من محافظات ايام عاشوراء، ايام ثالث دفن الحسين عليه السلام. بل خلينا انا شويه بقضيه اخرى، حتى من ادخل اخرج من بيتي إلى مأتم الحسين. أخرج أنا أضرب زنجيل، أخرج أنا ألطم، أخرج أنا أطبخ. خلي تكون هذه خطواتي في ذكر الله عز وجل. على أقل تقدير تسبيح فاطمة. على أقل تقدير أن تسلم على الحسين بكل خطوة. سلام عليك يا ثار الله وابن ثاري. لاحظوا؟ هذه مهمة جدا أن يرتبط قلبنا بذكر الله عز وجل. كم اليوم أنا من أمشي عشرات مئات الكيلومترات وتراني أبتعد عن السياسة وأبتعد عن فضول الكلام زوائد الكلام وأبتعد عن انتقاص من الناس والتفاصيل كم يكون هذا الفعل إلى أثره حتى على مستوى النور الحسيني في قلبي أنا أتي إلى الحسين أخذ من عنده طاقة هاي الطاقة تساعدني لكي أقوم بمهماتي على وجه صحيح في حياتي لما البعض ما تؤثر في زيارة الحسين لأنه هو في طريقة ما ملتفت إلى وجود الله يقول أولياء الله أخرسهم عن الفحشاء والمنكر هيبة الله عز وجل أنت منطلق إلى إمام يحصى عليك أنفاسك وكلماتك كنت راقبة لحظ لأن هذا المفروض يأخذك بالحضن كنت تلتفت إلى هذه القضية فمن آداب زيارة الحسين أن تحفظ لسانك وأن تحفظ عينك إن شاء الله آداب أخرى نكملها في المقطع الثاني من هذه الحلقة أترككم برعاية دعاء الحسين عليه السلام عدنا اليكم ونحن نتكلم عن اداب زياره الحسين عليه السلام. الادب الثالث كما اشرنا اليه في كتابنا المعجم الشامل لمعركه كربلاء من اداب زياره الحسين عليه السلام ان يلبس ثيابا طاهره نظيفه جديده ويحسن ان تكون بيضاء هكذا هو كما علمنا الأمة تذكرون في زيارة جابر الأنصاري اللي هي أساس زيارة الحسين من قبل الناس لأن الذين زاروا الحسين بعد شهادته أصناف منهم آل محمد الإمام المعصوم السجاد الإمام المعصوم الباقر عليهما السلام سيدتنا زينب أخوات الحسين بنات الحسين آل محمد بعد نساء الأصحاب وأيضا ممن زار الحسين أصحاب النبي ومنهم جابر الأنصاري جابر اختسل في الفرات ولبس ملابسا بيضاء أو لبس ملابسا جديدة هي من آداب الزيارة هسه البعض يقول يعني ويحسن أن تكون ملابس بيضاء زينوا أيام محرم الحرام والأربعين هو اعتدنا احنا صار عندنا عرف أن نلبس ملابس سوداء بس لا بأس أنه جنابك أيها الزائر أن تكون ملابسك نظيفة البعض يقول أنا أبقى في ملابسي هذه المتربة حتى أصل إلى كربلاء لا بالعكس أنا أقول لك زائر الحسين خليه بمظهر جميل ملابس تدل على أناقة الإنسان هسه مو إلا ملابس جديدة لا ملابس نظيفة وشفتوا أنتم طوال المسير من كل مناطق العراق إلى كربلاء خدمة الحسين في قضايا الدعم اللوجستي جزء من وظائفهم حتى احنا من الشرف في بيت الزوار عندنا جزء من القضايا اللي نقدمها لوجستيا للزوار اما ان نعطيهم ملابس جديدة او ان نقوم بغسل ملابسهم وتقديم ملابس نظيفة الى الزوار جميل ان اليوم انت تأتي بهذه ملابسك الى الامام الحسين عليه السلام ظاهرة حضارية وكل خدمة الحسين هم يعيشون الحضارة والتقدم لأن الحسين متحضر صلوات الله عليه بعد من الآداب لاحظوا هذا الأدب العجيب أن يقصر خطاه إذا خرج إلى الروضة المقدسة وأن يسير وعليه السكينة والوقار وأن يكون خاضعا خاشعا وأن يطأطئ رأسه فلا يلتفت إلى الأعلى ولا إلى الجوانب هذا عند الوصول للحرم عندما تقصر خطاك سأل بعض الناس يقول أنا متعود أمشي بسرعة للحسين سلام الله عليه مشيتي خطواتي أوسع ما عندنا مشكلة عزيزي يا زائر الحسين تاج راس أنت لكن من تقصر خطاك كل خطوة لها حساب عند المعصوم شوف لاحظ هاي العظمة في الوسائل الحسينية الامام المعصوم بروايات متضافره معتبره العلماء وثقوها لا سيما ما ورد في كتاب كامل الزياره الخطوه الى الحسين عزيزي لها اثرها مو فقط لانك انت انسان تخطو لا اولا لان هاي خطواتك باتجاه قبر الحسين تصنف الهيا من قبل الملائكه انها من خطوات الرحمن نعدنا اثنين خطوات اشار اليه الخطوه القران الكريم من عندما قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان في مقابلها خطوات الرحمن هاي الخطوه ليش تقصرها انت يا زائر الحسين لانك متجه الى ما يسمى بوصله الحق الالهي وخطواتك محسوبه ولذلك الامام يقول مثلا الخطوة فيها حسنة أقل تقدير حسنة من ترتقي بإيمانك ومعرفتك بالحسين وتضبط على عينك لا ترى حراما أثناء المسير للحسين أو أثناء زيارة الحسين ولا تأكله لسمح الله حراما ولا تختاب مؤمنا ويكون قلبك متعلق بالله وعباداتك على أتم وجهة تبدي تصعد بدل ما يعطونك في الخطوة حسنة يعطوك عشرة بدل ما يعطوك عشرة يعطوك سبعمية ضعف الى ان تصل الى درجه ان تكون خطواتك لها اثر حتى تصل الى ان تعطى مجموع خطواتك ان تصل الى حجه وعمره من حجج النبي صلى الله عليه واله، انتبه عزيزي زائر الحسين لا تستهين بزيارتك لا تستهين بدمعتك بالمجلس هاي لها مكانتها لا تستهين بحضورك الجسدي في المأتم من يمر موكب الزنجيل في شارعك وفي حيك متجه إلى أماكن العزاء لا بأس أنه تطلع أطفالك وتوقع أنا اليوم أخاطب يقينك وعقلك أخاطب قلبك خليه أطفالك قف ووسم صدرك معهم لا تستهين بهذه الأفعال لأن هذه يحبها المعصوم أن يراك الله فينا مكروباً أن يراك الله في حزينا، أن يراك الله فينا جازعا، أن يراك الله يقول إذا نزلت الدمعة على الخد بوأه الله في الجنة أحقابا، شنو العظمة المنزلة ثقوا اعتقدوا لو نلتفت إلى أثر الوسائل الحسينية في حياتنا الدنيوية والأخروية لدققنا تفاصيل هذه الوسائل ولهتمينا بها اهتمام اكثر من اهتمامنا ودقتنا وتفاصيل الحياه الماديه فانت من تذهب الى الحسين قصر الخطا بعد اذا كان بالامكان طقطق راسك نعم خو واحد يقول انا زائر اريد ارفع راسي اشوف السيارات والطريق لا احنا ما نقول كل الطريق لا بس هو الادب ان سان يسير وانا شفت الاف زوار الحسين عندما يتجهون لقبره او حتى يقفون بين الحرمين او على ضريحه تراه يطرق يطأطئ راسه كما يقف الخادم بين يدي المولى كما يقف العبد بين يدي سيده كما يقف المأموم بين يدي إمامه مو واقف عنده فقط ضريح وقبة ومنارة لا لا أنت تقف أمام عظمة الحسين صلوات الله عليه فحتما نكون هالجاذبة الحسينية تخلي قلبك يخشع نعم من آداب زيارة الحسين أن يقف على باب الحرم الشريف ويستاذن ويجتهد لتحصيل الرقه والخضوع والانكسار والتفكير في عظمه ذلك المرقد المنور وجلاله. الاستئذان حبتي هذا الادب مو تنسونه عندما تصل احنا علمونا المعصومين عليهم السلام عندما اصل الى ضريح كل واحد من المعصومين. ولا سيما الى حبيبهم الحسين اقف علمونا الاستئذان عند الباب هسه واحد يقول والله مو تدري اذا وقفت زوار لا لا انت تقدر تستاذن وانت تمشي تقف الى باب القبله مثلا تدخل من باب الشهداء من باب الراس الشريف من باب السدره تقف وانت تمشي تدخل تقول أأدخل يا الله ادخل يا رسول الله أدخل يا أمير المؤمنين أدخلوا يا فاطمة أدخلوا يا أبا محمد الحسن أدخلوا يا أبا عبد الله الحسين الله يقشعر القلب والله يرتجف لا يقول الإمام إذا دمعت عينك فاعلم أنك مقبول يقول لك الحسين ادخل لأن قبر الحسين سادتي وقبور المعصومين مو باصطلاحنا بالمثل هذا يقول عمارة بدون بواب مو مرقد بدون باب أنت أنت تستأذن الله والملائكة الموجودين شلون الحسين يقول لك هلا بيك مو؟ يقول لك ادخل علامة الدخول علامة الإذن وين وإحنا ما مهيئين نسمع مثل إبراهيم المجابي يسلم على عن الحسين عندنا مشاكل ذنوب عندنا ما نسمع صوت الحسين لكن علامة الإذن عزيزي أن تدمع عينك ويخشع قلبك من دمعة عينك بباب الحسين مو بس باب الحسين أنا قلت بأمانة عقيدتي يعني حتى بمجلس الحسين استأذن إذا دمعة عينك بباب مجلس الحسين مجلس اللطم الخطيب مو من تدمع عينك بباب المجلس ثق واعتقد الحسين يقول لك هلا بزايري هلا بخادمي أساميكم أسجلها يزو فعلا فعلا دمعة عينك أعلم أن الحسين قبلك الله شايف دول أصحاب الحسين ختاما من كان واحد يقع يقول له من يقع يقول له أوفيت يا ابن رسول الله انت همات هم من تجي للزيارة من تروح للمجلس حتى الاخوة الاحباء الان مصورين مخرجين الكادر كلهم الله يوفقهم من يكمل بعد ما يكمل حلقة يقول له: أوفيت يا ابن رسول الله؟ أنا وفيت؟ فإذا دمعت عينك وخشع قلبك فقل: السلام عليك يا أبا عبد الله، أنالنا الله وإياكم شفاعته، السلام عليكم ورحمة الله.